مشاهدينا يوم جديد مع حضراتكم ومصر جميلة. يا رب يوم جميل على كل مشاهدينا. صباح الخير يا عطومي. صباح الخير يا هند. صباح الخير مشاهدينا الكرام. اسعد لحظات حياتي لما بكون ماشي في الشارع يا هند ولاقي حد يقول لي مصر جميلة. لا يعني معناه ان احنا يعني قربنا او قدرنا ان احنا نوصل للناس ببلدنا الجميلة ونقول لهم بلدنا حلوة، ودي يعني نسبة كبيرة بالنسبة لنا من النجاح ان احنا نوصل للناس ونقول لهم ان مصر حلوة وجميلة وهم عايشين الواقع ده معانا. اكيد طبعا مصر جميلة بناسها وباهلها وبكل حاجة جميلة فيها، وهتبقى احلى لما احنا كمان نبقى كويسين نصلح من نفسنا علشان مصر بلدنا تبقى حلوة. هي حلوة ذات نفسها، احنا كمان نستحق مصر الجميلة. طبعا احداث كتيرة بتحصل، احنا عارفين ان السيد الرئيس كان في رحلة للسودان ودلوقتي حاليا موجود في اثيوبيا، وتم التوقيع على اتفاقية المبادئ بالنسبة للمياه في سد النهضة. النهاردة الرئيس هيلقي كلمة امام البرلمان الاثيوبي، تقريبا هيكون الساعة 1 تقريبا بتوقيت القاهرة، واعتقد انه بحديثه امام البرلمان الاثيوبي هو كمان بيوصل للشعب الاثيوبي علشان يوضح لهم وجهة نظرنا. كل المشاكل دي كلها جت لنا بسبب ايه؟ بسبب ان احنا كنا مهملين افريقيا فترة ما، وبسبب ايضا الاجتماع الكارثي اللي عمله مرسي والجماعة اللي كانوا قاعدين معاه واتنقل على الهواء، وهو ده سوق العلاقات بشكل كبير قوي ما بين مصر واثيوبيا. في الفترة الحالية احنا بنصلح العلاقات، وان شاء الله لازم ترجع للود والتفاهم اللي كان موجود، لان دي علاقات بتمتد ل 87 سنة في التاريخ. علاقات مصر واثيوبيا، عندنا الكنيسة الاثيوبية والكنيسة المصرية بيعتنقوا نفس المذهب، يعني علاقات كتيرة جدا بتربطنا ما بين الشعبين، فبالتالي طبعا لازم الود يكون ما بيننا. ده كلام جميل، ولنا ان نفخر ان احنا بنكلم الشعب الاثيوبي من البرلمان بتاعه، بنقول لهم احنا ما عندناش اي مشكلة في التنمية بتاعتكم، لكن ما تجوش على حصة المياه بتاعتنا اللي المصريين عايشين عليها. ده كلام الرئيس اللي قاله قبل كده وان شاء الله هيقوله النهاردة. الجميل كمان ان احنا بنعود تاني لافريقيا. زمان كنا نقعد نقول الريادة المصرية، كلام حلو وجميل، فين بقى الريادة المصرية في افريقيا الفترة اللي فاتت دي كلها؟ في ناس كتير قوي ما تعرفش من افريقيا، ما تعرفش مصر غير عن الاهرامات بس. طب ازاي؟ زي ما احنا برضو كنا مقصرين فترة من الفترات، فاكرين ان افريقيا عبارة عن سافانا واسد بيجري ورا غزالة، يا اما بيجيبها يا اما بيجيبهاش في الاخر. الدنيا اتغيرت تماما. شفنا كاس العالم 2000 افريقيا كانت عامله ازاي، منتهى الرقي ومنتهى التحضر ومنتهى التكنولوجي، حاجات يعني غريبه جدا يعني. فلازم ان احنا نرجع تاني، واحنا راجعين تاني رئيس الوزراء بتاعك مهندس ابراهيم محلب شخصيه محبوبه جدا في افريقيا، لما بينزل في اي مكان شوف الاستقبال محبوب ليه، لان هو كان من القوى الناعمه اللي بتستخدم في الفترات اللي فاتت لما كانت الشركه الكبيره المصريه اللي بتشتغل هناك في الانشاءات عملت حاجات كتير جدا في افريقيا، كباري ومنشآت كبيره واوتيلات ومستوصفات ومستشفيات وكل الكلام. هو ده اللي بيخلي الشعوب بيتقربوا من بعض، مش بس الحكومات بيتكلموا على المستوى الدبلوماسي، لكن الشعوب بيقربوا من بعض ازاي؟ بالحاجات دي، بالخدمات اللي بنقدمها لبعض، التكامل اللي بين الشعوب. صح كده؟ ده اكيد طبعا، والعالم كله بيتجه لافريقيا. افريقيا بتعتبر هي القاره البكر زي ما بيقولوا، الفيرجن كونتيننت، اللي فيها خيرات كتير قوي قوي قوي، بس اللي يروح ويستثمر واللي يروح ويكتشف هذه الخيرات، العالم كله اتجه لافريقيا، عينه عليها دلوقتي، كثير من الدول بتستثمر في افريقيا، واحنا كمان ان شاء الله لازم يكون لنا نصيب في ان احنا يبقى فينا عندنا ود وتبادل وتعاون وتكامل ما بين الدول الافريقيه، واحنا جزء من افريقيا شئنا ام ابينا، احنا البوابه الشماليه لافريقيا، كل حاجه ممكن تبقى عن طريق مصر، وده طبعا مش هيجي غير من خلال العلاقات الطيبه. نقطة ثانية بالنسبة لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة، سمعنا كثير بينتقدوا هذه الوثيقة من غير ما حتى كانت تتعرض البنود بتاعتها، أو إن احنا نقرا التفاصيل بتاعة البنود بتاعتها. شئنا أم أبينا هي يعني بتضمن للمصريين حقهم في المياه، طبعا هي ملهاش علاقة بالاتفاقيات اللي كانت قبل كده، ولكن هي الوثيقة دي كلها بتتكلم على كيفية التشغيل وملء الخزان، وهم دول اكتر حاجتين ممكن يضرونا في المستقبل. فلما احنا نوصل لاتفاق مكتوب وممضي ما بين الاطراف الثلاثة اثيوبيا ومصر والسودان انه لا ضرر على دول المصب، اعتقد ده انجاز كبير جدا، وتم من خلال الدبلوماسية المصرية ومن خلال الاتفاق ما بين القادة والزعماء للثلاث دول. اعتقد انه ان شاء الله خطوة ايجابية، وهي مجرد البداية اللي احنا بنبدأ بيها، وان شاء الله بإذن الله الخير لمصر وللسودان
والاثيوبي. ان شاء الله، وده شيء جميل. واحنا بنتحرك على جميع الاصعده، بنتحرك على المستوى العربي، بنتحرك على المستوى الافريقي، عاملين نشاط جامد جدا، بنروح امريكا بنقول لهم في عقر دارهم هناك احنا مصريين وعندنا وعندنا وعندنا. واي حاجه بتحصل في الدنيا دي كلها اكيد اكيد بيبقى ليها يعني ردود عندنا في مصر. واعتقد ان احنا يعني على المستوى الخارجي اشتغلنا حلو قوي، المستوى الداخلي بقى احنا نشتغل احنا من نفسنا يا اخوانا بقى ازاي. نطلع كل مره نقول يا هند نجتهد في شغلنا، نحب شغلنا اكتر، ننتج. العامل الصغير اهم من الناس الكبار يا جماعه. انت بتنتج سلعه بتوصل انها ممكن تتصدر، تجيب عمله صعبه لبلدك، ما تقولش دوري صغير. نشتغل، معلش استحملونا بنقول الكلام ده كل مره، بس بجد ده احسن حاجه نقدر نعملها، وكل واحد لازم يؤمن بنفسه وبالدور اللي هو بيعمله. عايز اروح لموضوع تاني برضو يا هند. وانا جاي الصبح كنت قاعد بفكر كده سرحان وانا سايق، وده غلط، محدش يسرح وهو سايق طبعا. بفكر كده بقول يعني لو كل واحد رياضي بطل قدر ان هو في التسخين في المباراه قبل المباراه، مثلا عندنا مباراه وديه مع غينيا الاسيويه قريب، ليه المنتخب المصري ما يلبسش تيشيرتس عليها في التسخين حاجات عن مصر؟ اعتقد هم كانوا بيعملوا كده زمان يعني، او شفناهم كذا مره. عايزين نرجع الحكايه دي، حط تيشيرت عليها، اطبعوا كلكم تيشيرتات مثلا عليها الهرم، عليها الاقصر، عليها اسوان، عليها معبد، عليها بحر، عليها اي حاجه ليها علاقه بمصر. وليه ما نكتبش على التيشيرتات بتاعت منتخب مصر اي لاف ايجيبت على الصدر هنا في الحته دي، او على الظهر قبل الاسم من فوق، يعني نوري الناس للعالم كله ان احنا بنحب بلدنا. حركه زي دي احنا شفنا التيشيرتات اللي اترفعت كذا مكان بتبقى ليها صدى. طب ليه ما نلعبش اللعبه دي؟ ليه ما نقولش الناس كلها احنا بنحب بلدنا من خلال الموضوع ده؟ ابطال كبيره في الاسكواش، في التايكوندو، في الكيك بوكس، في التنس، في السباحه، في الوتر بولو، في كره القدم، في الهاندبول، احسبوها زي ما تحسبوها، قول زي ما تقولوا، الهوكي. لو كل حد عمل حاجه زي كده اعتقد انها تبقى رساله، زي محمد صلاح مثلا ما هو في اوروبا الناس كلها بتبص عليه، اي بطل من ابطالنا لما يطلع بره الناس كلها بتبص عليه، بيوصل رساله ان احنا بنحب بلدنا، ان احنا متكاتفين كلنا مع بعض ونخليها احسن بلد في الدنيا. ان شاء الله. ده طبعا احنا كلنا بنحب بلدنا، بس نبين حبنا ونفكر في افكار غير تقليديه زي ما حاتم بيقول. وفي فترة 30/6 فاكرين لما كنا بنمشي في الشوارع كل البيوت تقريبا كانت حاطة علم مصر، فلو نرجع دي برضو مرة تانية تبقى مظهر جميل قوي، كلنا نفتخر بعالمنا، كلنا نحب بلدنا، وننمي الوطنية عند الولاد الصغيرين، لأن هم ملهمش غير بلدهم، يشتغلوا ويجتهدوا ويدوا لبلدهم، وبلدهم كمان بتدلهم. النهاردة عندنا مواضيع متنوعة هنتكلم فيها النهاردة في مصر جميلة. عندنا فقرة عن جامعة الدول العربية وإدارة الأزمات، طبعا خلال الأيام الجاية 28 و29 هيبقى في اجتماع القمة في شرم الشيخ لجامعة الدول العربية. كثير من المواضيع المفروض ان هي تناقش من خلال هذه القمة، واعتقد ان شاء الله ان احنا لازم نتحد كعرب علشان نواجه كلنا الارهاب. تفاصيل اكتر عن جامعة الدول العربية والوضع السياسي والمواضيع اللي هتناقش ان شاء الله من خلال القمة العربية من خلال لقائنا مع الكاتب الاستاذ محمد مصطفى. من الحاجات المهمة اللي احنا بنحب نقدمها دايما ان احنا نقول للعالم كله ان الاعلام الرياضي مش بس كرة قدم. قعدنا كذا مرة مع احمد مصطفى ومحمد سعيد واحمد عطا والناس المسؤولة عن البروديوسرز والمعدين ورؤساء التحرير عشان نتكلم ونقول عايزين نوري ابطالنا للعالم، عايزين نوري المصريين نعرفهم على ابطالنا. فكل مرة بنحاول ان احنا نجيب بطل او بطلة او فريق رفع علم مصر في بطولة معينة دولية او في بطولة عالم او في اولمبياد او او او. فالنهاردة احنا اخترنا لعبة من الالعاب اللي نقدر نقول عليها ان هي مش واخدة حقها اعلاميا، وكل فريق او كل حد هيرفع علم مصر هيبقى مكانه هنا على الكنبة دي قدامنا قدام الناس كلها والكاميرا بتاعته، ويكلم مصر كلها يقول لها انجازاتي كذا، رفعت علم مصر في الحتة الفلانية، النشيد الوطني اتعزف في اوروبا في الحتة الفلانية عشان لما خدت البطولة مش عارف، يعني الحاجات دي كلها اقل حاجة نقدر نكرمهم بيها ان هم يبقوا معانا. النهاردة هيبقى معانا فريق من الكيك بوكس وهيعرفنا عن اللعبة دي في مصر وانتشارها واهم البطولات اللي هم اخدوها مؤخرا وتاريخ الكيك بوكس في مصر بشكل كبير. كل مرة هنحاول ان احنا نجيب لكم حد عشان نعرف الابطال دولت ونكرمهم في برنامجنا مصر جميل. وفقره كمان على الامثال الشعبيه، والامثال طبعا بتمثل حكم نقدر كلنا ان احنا نستفيد منها. عندنا فقره على راي جدتي، النهارده هنتكلم على الطبع والتطبع. ناس كتيره جدا يعني مثلا في فتره الخطوبه الشاب والشابه كل حد بيحاول يظهر اكتر حاجه حلوه فيه، فهو بيتطبع بطبع ممكن ما يكونش فيه، اول ما يتجوزوا نلاقي الطبع غلب على التطبع.
رسائل كتيرة جدا في الثقافة الشعبية المصرية عن الطبع والتطبع. النهاردة هنلتقي بها من خلال لقائنا مع الدكتور حسن الزواوي، مدرس بعدد من كليات الإعلام قسم تدريب إذاعي، وهيعرفنا أكتر على الأمثال الشعبية اللي بتتكلم على الطبع والتطبع. عايز بس قبل ما نطلع فاصل، عايز احيي زميلتنا في راديو نرمين البنب لانها مصممه بقى لها فتره انها تبتدي حلقتها بالنشيد الوطني. انا قلت اول ما سمعتها من حوالي شهرين، قلت ايه هتعملها يومين ثلاثه وتزهق او يعني هتنسى بقى خلاص، يعني عدت يعني خلاص هتعملها يومين. لا ده لغايه النهارده يوميا بتبتدي حلقتها بالنشيد الوطني. انا بحييها وبحيي الفكره دي، فكره جميله جدا ان احنا نخلي اولادنا كمان يسمعوا النشيد الوطني يحفظوه. انا فاكره لما قلت لك من شهرين كده انا بسال حد من الشباب قول لي نشيد مصر، قال لي بلادي بلادي لك حب يا فؤادي، ها وبعدين ها راح فاتح لي بقه. فلا يعني هو دي حاجات كويسه، ليه ما نستخدمهاش؟ برافو. على فكره المدارس كلها يا حاتم بتعمل النشيد الوطني، حتى المدارس الانترناشنال بتبقى حريصه جدا مهم او جدا. يعني بعض منها ما اعرفش كلها بصراحه، انا بتكلم على المدرسه اللي فيها بنتي، حريصين تماما انه يبقى في السلام الجمهوري والنشيد الوطني، وان الاولاد يكونوا واقفين اثناء النشيد الوطني وكمان يغنوا معاه. كل ده بيرسخ لي الوطنيه عند الشباب الصغيره، بيخليهم يطلعوا يحبوا بلدهم بشكل كبير قوي. قال عندنا في التلفزيون على فكره كل المحطات بتبدا بالسلام الجمهوري، فيعني دي وطنيه يا جماعه، كلنا لازم نحيي العلم، وكلنا اول ما نسمع النشيد الوطني لازم يعني السلام الجمهوري عفوا لازم كلنا نقوم نقف، ودي بنغرسها في اولادنا. لما تشوف الامريكان حتى الولاد الصغيرين قوي اول ما يتعمل النشيد الجمهوري بتاعهم تلاقيهم واقفين حاطين ايديهم كده اهوت على قلبهم، مكان في ماتش باسكت، في المدرسه، في الشارع، في اي حته بيقف يعمل كده. ده بيرسخ للوطنيه عند الولاد، فاحنا كمان لازم نشتغل على الجيل الجديد نخليه يعرف قيمه السلام الجمهوري ويحفظ النشيد الوطني. دي من اجمل يعني الانشطه. الاناشيد. الاناشيد حلوه الانشيده دي. عايز اقول حاجه تانية كمان قبل ما نطلع الفاصل، بمناسبه الانشيده، نفسي يعني اولياء الامور زي ما اهالينا علمونا ان احنا نحب بلدنا، احنا بقى دورنا ان احنا نعلم اولادنا يحبوا بلدهم. كل واحد بيبدع بطريقته، مش هنقول للناس تعمل ايه، اكيد انتوا بتعملوا كده مع اولادكم، بس حاولوا تبدعوا شويه، حببوهم اكتر واكتر واكتر عشان يطلعوا ناس حابين بلدهم اكتر وعندهم انتماء للعلم، النشيد الوطني لمصر بشكل كبير يعني الفترة القادمة. تمام؟ خلاص هنطلع فاصل ونرجع على طول مع حضراتكم، وأول لقاء لينا النهارده في مصر جميل.